بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس السابق عن ظهور الإسلام في مكة، وما لقيه المسلمين من عذابات على يد قريش، مما دفعهم للهجرة من مكة إلى المدينة، ثم تبعهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهاجر من مكة إلى المدينة. اليوم سنتحدث عن نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وهذا الدرس هو الدرس الأول صفحة 43 الوحدة الخامسة. سنتحدث في هذا الدرس عن أهم الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمية وثيقة المدينة في بناء المجتمع الإسلامي، أبرز الأحداث التي شهدتها الدولة الإسلامية بعد نشأتها. من المعروف أن المدينة المنورة كانت تعرف باسم يثرب، وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبحت تعرف بالمدينة المنورة، وتألفت المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار، والأنصار هم قبائل الأوس والخزرج، إضافة إلى بعض القبائل التي اليهودية التي كانت تعيش في المدينة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في وضع قواعد تجعل من هذه الجماعات مجتمع قوي متحد على أسس إسلامية ومبادئ دينية، فقام بمجموعة من الأعمال لتحقيق هذه الغاية، وهي أولا بناء مسجد قباء والمسجد النبوي، ثانيا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثالثا إعلان وثيقة المدينة. سنتحدث عن كل نقطة من هذه النقاط فيما يلي، وهذه هي أهم الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء مجتمع قوي متحد في المدينة المنورة. النقطة الأولى بناء مسجد قباء والمسجد النبوي. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة على بناء المسجد بهدف واحد، تمكن المسلمين من أداء صلواتهم وشعائرهم الدينية. اثنين، مكان للاجتماع واتخاذ القرارات فيما يخص الدولة الإسلامية. ثلاث، استقبال سفراء وملوك وحكام الدول المجاورة. وهذا كان الهدف الحقيقي من بناء المساجد في المدينة المنورة بعد الهجرة. أما النقطة الثانية وهي المراخاة بين المهاجرين والأنصار، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على توحيد صفوف المسلمين وتحقيق وحدة المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة، فأصبح بين الأوس والخزرج بعد حروب دامية بينهما قبل الإسلام، ثم آخى بينهم وبين المهاجرين، وأحل رابط الإخاء والدين محل رابط العصبية القبلية، وهذا ما يعرف بالمؤاخاة، إحلال رابط الإخاء والدين محل رابط العصبية القبلية. النقطة الثالثة إعلان وثيقة المدينة، وهي الوثيقة التي عدت أول دستور في الإسلام، وشملت الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل المدينة، وتعد ميثاق قانوني يحدد العلاقات بين مختلف فئات مجتمع المدينة، ويوضح الحقوق والالتزامات المترتبة على كل فئة من هذه الفئات. وقد اشتملت هذه الوثيقة على مجموعة من المبادئ نذكرها. أول ما اشتملت عليه هذه الوثيقة جعل السلطة العليا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره قائدا للأمة الإسلامية، حل خصومات المسلمين يهود لله ورسوله، حماية المدينة ودفع الأخطار الخارجية تعد مسؤولية فئات المجتمع جميعها، منح اليهود حقوق مدنية ضمنت لهم الأمن وحرية العقيدة شريطة الالتزام بقوانين الدولة الجديدة. وهنا سيكون لنا وقفة. هنا نحن في الألفية الثالثة وفي القرن 21 لازلنا نصارع من أجل حقوق الإنسان، لنجد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد منح مثل هذه الحقوق قبل 1441 سنة تقريبا. أضف إلى ذلك سنتحدث عن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة، وكيف أعطاهم حقوقهم الدينية والمدنية، ونقارن ما يقوم به الكيان الصهيوني الآن على أرض فلسطين بما قدمه الرسول
اليهود قديما وحديثا، لنجد ان الكيان الصهيوني يعمل على احتلال الاراضي وقتل النساء والاطفال وسرقه المحال التجاريه. كل ذلك يقوم به الكيان الصهيوني الان، اضف الى الاسر والسجن للاطفال والنساء والرجال والشباب. اذا هنا يحق لنا ان نقارن ما بين ما قام به الرسول عليه الصلاه والسلام وما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وما يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين المحتله الان. الان سوف نتحدث عن دفاع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن الدوله الاسلاميه. بعد ان تاسست هذه الدوله في المدينة وجب على المسلمين الدفاع عنها، لذلك كانت غزوات صلى الله عليه وسلم 27 غزوة أعظمها بدر الكبرى، ثم كانت غزوة أحد وغزوة الخندق فصلح الحديبية ففتح مكة، ثم غزوة مؤتة وغزوة تبوك، وهذه هي أهم الغزوات التي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن الدين الإسلامي. هنا سنبدأ مرحلة صراع ما بين الدولة الإسلامية وخصومها، ونتعرف على أهم الأساليب التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم للدفاع عن الدولة الإسلامية. طبعاً أول عمل قام فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إرسال السرايا لرصد تحركات قريش التي ناصبت العداء للمسلمين، وبلغ عددها ما يقارب 38 سرية، والسرية هي عبارة عن مجموعة من المقاتلين كان الهدف من هذه السرايا جلب الأخبار وجلب تحركات العدو، وأحيانا كانوا يشتركوا مع العدو ولم يشترك الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه السرايا. اثنين، ضرب نشاط قريش التجاري سنتحدث عنه هنا على الخريطة. ثلاث، خوض العديد من الغزوات في سبيل حماية الدعوة الإسلامية. طبعا من الملاحظ أن المدينة المنورة تقع شمال مكة هنا، ومن المعروف أن أهل مكة يتاجرون مع بلاد الشام، وكانت قوافلهم التجارية يجب أن تمر من المدينة المنورة ومن ثم الاتجاه إلى بلاد الشام، وهو ما استغله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن اعترض القوافل التجارية القريشية التي كانت تقل العداء للمسلمين. هنا سأتحدث عن أهم المعارك التي حدثت ما بين المسلمين والمشركين، وسنبدأ بأول معركة ألا وهي غزوة بدر التي حدثت في 17 رمضان 2 هجري. لم نتحدث مفصلا عن هذه الغزوة، ولكن نريد أن نعرف سبب هذه الغزوة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إضعاف قوة قريش بسبب عدائها للمسلمين، وذلك بتعطيل تجارتهم مع الشام. والتقى المسلمين بالمشركين عند ماء بدر، فانتصر المسلمون وقتل عدد من ساده قريش واشرافها، كما اسر عدد اخر من زعمائها. هذا هو او هذه هي الصوره التي تبين مجريات معركه بدر الكبرى التي حدثت في السنه الثانيه للهجره. وهذا هو السبب الحقيقي لاندلاع غزوه بدر في السنه الثانيه للهجره. الآن سنتحدث أنا عن غزوة قادها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة أحد، وهي الغزوة الثانية طبعا، وحدثت في السنة الثالثة للهجرة. قبل الحديث عن غزوة أحد سنتعرف على جبل أحد. جبل أحد يقع شمال المدينة المنورة، يبلغ ارتفاعه ما يقارب 1077 متر، وامتداده حوالي 7 كيلو متر، وعرضه حوالي 2 إلى 3 كيلو متر، ومعظم صخوره إجرانيتية حمراء. هذا هو جبل أحد الذي حدثت عنده غزوة أحد. هذه الصورة تمثل شكل المعركة أو غزوة أحد. وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، كان سبب هذه الغزوة أراد قريش الثأر لقتلاها في بدر، حيث التقى المسلمون بقيادة رسول الله مع المشركين بقيادة أبي سفيان عند جبل أحد، وهذا هو جبل أحد. انتصر المسلمون في البداية، ولكن سرعان ما لحقت بهم الهزيمة لمخالفة الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالثواب الثبات فوق تلة الرماة،
حتى نهاية القتال. فانتهز خالد بن الوليد الذي كان لا يزال على شركه نزول الرماة عن التل، فقام بالاندفاع من هذه المنطقة خلف المسلمين وفاجأهم فاختل نظامهم وانهزموا في المعركة. أما المعركة الأخرى التي سأتحدث عنها وهي الثالثة، غزوة الخندق التي حدثت 5 هجري. غزوة الخندق أو ما تعرف بغزوة الأحزاب حدثت في السنة 5 الهجري. تحالف قريش مع اليهود الذين نقضوا وثيقة المدينة وبعض القبائل العربية ضد المسلمين، لذلك سميت بغزوة الأحزاب. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بحفر خندق في الجهة الشمالية للمدينة المنورة بعد أن أشار عليه الصحابي سلمان الفارسي بذلك بهدف عرقلة جيش الأحزاب، وترتب على هذه الغزوة انتصار المسلمين على قريش وحلفائهم من اليهود، مما ساعد على تفرغهم لنشر الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية. وهذه الصورة تمثل غزوة الخندق. كما تلاحظ أن المدينة المنورة محاطة بالجبال من 3 جهات، والجهة المكشوفة فقط هي الجهة الشمالية، وهي التي تم حفر الخندق فيها، والتي ساعدت كثيرا على خمول المسلمين في هذه الغزوة. بعد غزوة الخندق رغب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعد 6 سنوات من الهجرة من مكة إلى المدينة في أداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة، ولكن قريش منعته وطلبت منهم العودة في العام القادم، فأسفر ذلك على توقيع صلح الحديبية الذي نص على ما يأتي: وقف الحرب بين المسلمين والمشركين مدة 10 سنوات، يرجع المسلمين إلى المدينة ويعودوا في العام التالي لزيارة البيت الحرام، من أحب من القبائل الدخول في حلف قريش فله ذلك، ومن أحب أن يدخل في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم فله ذلك. أتاح هذا الصلح نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثين إلى ملوك الدول المجاورة يدعوهم إلى الإسلام. هذا هو الموقع الذي حدث فيه صلح الحديبية. زي ما احنا واخدين تقريبا هي النقطة الحمراء قريبة جدا من مكة. نأتي إلى السنة 8 للهجرة، وهي السنة التي تم فيها فتح مكة. بعد عامين من توقيع صلح الحديبية نقضت قريش عهدها مع المسلمين، عندما ساعدت قبيلة بكر في اعتدائها على قبيلة خزاعة حليفة المسلمين. انتهز الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة فجهز جيشا قوامه 10,000، فتح فيه مكة فدخلها بالقتال وحقق الأصنام ورفع بلال الأذان في البيت الحرام وعفى الرسول عن أهل مكة، وبدأ الناس يدخلون في دين الله فزاد عدد المسلمين وارتفع شأنهم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم.